موعدنا الآن مع النشرة الاقتصادية في نشرتنا، نتابعها مع سارة نجيب. إليك سارة. شكرا لكم ريهام ونهى. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإحداث تنمية متكاملة لقطاع الأثاث بمصر، قام الرئيس التنفيذي لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة بتسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث. هذا وأكد هيبة على وجود فرص واعدة بالمدينة تؤهلها لتصدير الأثاث المصري إلى الأسواق العالمية نظرا لجودة التصميمات ومتانة المنتجات، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتقديم حزمة من التيسيرات الجديدة للمصنعين العاملين في مدينة الأثاث بدمياط من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 2,200,000,000 جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.287 تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 19,044 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 35% ليغلق عند مستوى 3,844 نقطة. وصعد مؤشر إي جي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 28% ليغلق عند مستوى 5,699 نقطة. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات مدعومة باستمرار تجديد المعروض من جانب السعودية وروسيا وبقرارهما تمديد خفض الإنتاج، فضلا عن ارتفاع نشاط قطاع التصنيع في الصين على غير المتوقع في أغسطس. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% مسجلا 90.46 دولارا للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.15% لتصل إلى 87 دولارا و38 سنتا للبرميل، بينما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.20% لتصل إلى 3 دولارات و12 سنتا للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 95% لتسجل 2.69 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت الإمارات ضخ استثمارات بقيمة 4.25 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة في إفريقيا خلال قمة المناخ التي تستضيفها كينيا، وتهدف إلى جذب التمويل لجهود مكافحة التغير المناخي. وقال سلطان الجابر الذي يرأس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 المقررة في دبي هذا العام، أنه سيتم تخصيص هذه الاستثمارات لبدء مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة في إفريقيا. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد لنهى وريهام. إليكما. شكرا جزيلا لك سارة.